بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. في الفيديو السابق تكلمنا عن أساسيات مهمة، شروط يعني تساعدنا عليه على الخط، يعني تساعدنا اللي هو مسكة القلم والتسطير على الخط نفسه على السطر، تكون أعصابنا هادية في الكتابة، ونعطي الخط حجمه، لا شيء كبير ولا شيء صغير. بقي الممارسة تكمل للأولى. الممارسة عامل مهم، حتى أنا أمارس، حتى لو ما عندي شغل أجلس أكتب أمارس الممارسة. طيب الممارسة والكتابة اتفقنا. نجي نبغى نتكلم عن كيف أكتب. اتفقنا أن سطح حرف القلم من ركن لركن يلامس الورقة، هذا دورك، يعني أنت لامس للورقة بس وأكتب حتى لو غلط، أنا ما عندي مشكلة، يعني أكتب ولامس، يعني لا يكون شيء نحيف شيء متين، خليك على السطر ولامس عرض القلم بالكامل في الورقة. هذا اتفقنا عليها، الهدوء الأعصاب. أنا أتمنى أنكم تتعلموا بقلم زي هذا، بقلم زي هذا نفسها، لأنه ريشته تتحمل حتى لو ضغطت عليه بقوة تتحمل شوية، يعني قلم 3 ملي الخط العربي يتحمل بس يعني ضعيف، 1 ملي يخرب على طول. فأنا أبغاكم تتعلموا بقلم زي هذا، إذا أنتوا واضح شايفينه أنا ما أدري، تمام؟ هذه أهم النقاط عندنا. طيب نبغى نبدأ نكتب، ونبغى نكتب مثلا عبارة: إن لم تسعد الناس فلا تحزنهم. في حياتنا، يعني حياتنا صارت متعبة شوية، والخط يساهم محبة الناس للشيء، ممكن يساهم إنه يعطي الإنسان تفكير غير اللي كان يفكره، زي اللي ما كان يصلي لما نسمع المؤذن قلبه يرق ويلين، ممكن يتوضى ويروح يصلي. الخط أحيانا يعني غير جماله في الكتابة نفسها والله يؤدي رسالة، يعني ممكن كلمتين حلوة مكتوبة بخط أرسلها لواحد، أرسلها لصديق لعزيز لقريب، يعني الخط هذا يكون مفتاح لعلاقة طيبة بيني وبينه. فأنا متأكد أنكم متأكدين من الشيء هذا. فإذن إن لم تسعد الناس فلا تكون سبب في حزنهم. أتمنى أن نكون تعاملنا مع الناس بطريقة يعني سلسة مؤدبة، لا تكون أنت اللي دائما إلا تفوز، إلا تكون أنت اللي على حق، إلا أنت تكون، لا والله ممكن يجي إنسان يغلط عليك وهو الغلطان، قل له طيب ابلع وامشي، قل له حاضر، ما ضرك في شيء، ما أداك في شيء. يعني ممكن أنا وشخص اختلف في موضوع، يا ابن الحلال الموضوع كذا، يقول لي لا كذا، طيب انت فهمني، احس انه هو ما يبغى يفهم، خلاص محاولة واحدة وتكفي، ابعد عنه خلاص، هذا موضوع انتهينا، هذا موضوع الجدال، من جادل، فما بالكم اني انا اضغط او اسبب له مشكلة هو في غنى عنها وانا في غنى عنها. فان لم استطع اسعاد الناس فلا اكون سبب في حزنهم. هيا نتفق الان ونبدأ نكتب الكلمة هذه، وحاول ان اكتب لكم هي يعني بكذا خط ان شاء الله، اسمح لي المجال واشرح لكم، وكونوا معايا. والله يحييكم، يا هلا ومرحبا، والى الكتابة، يا هلا. شوفوا انا كتبت لكم من يعني جهزتها: ان لم تسعد الاخرين فلا تحزنهم. هذا الخط خط الرقعة، لاحظوا خط الرقعة، يعني ما بين شيء تحت السطر شيء فوق السطر، يعني الخط متزن، هو خط الرقعة كده. الآن احنا مو في خط الرقعة،
خلونا في خط النسخ عشان هو الأقرب للناس كلهم. شوفوا كلمة الألف، أنا حاول أشرح هنا وأكتب هنا، شوفوا الألف كيف تكتب زي كده، يتكتب لاحظتوا عشان تشوفوها إن النون ابدأ زي الواحد وخدها وكملها طلوع، اتفقنا؟ إن الصفحة يعني ما لازم الصفحة. طيب النقطة، هذا القلم حجم النقطة زي حجم اتساعه، زي حجم مساحته، شوف النون على قدها نفس المربع، أخذ مربع على القلم، يعني مستحيل أكتب النقطة كده، مستحيل برا على طول، عرفتوا؟ إن لم، شوفوا اللام، اللام اللي بيركب عليها العرف فوق، يعني في خط النسخ ما يتكتب اللام كده، لازم يتكتب كده، حاولوا أنكم تضبطوها بميلة بسيطة. هذه لم، وأنزل على السطر وأمشي وأكمل. أنا شرح سابق على الميم، قلت خلاص ارفع، هذه رفعة بسيطة، تعال من هنا انزل كده لمسها، كمل المثلث أو نص الدائرة، تبغوها لم كده تجي، تبغوها لم كده تيجي، اتفقنا؟ اللم تسعد تاء زي الواحد، سويها وخذها على السطر وكمل كده. لا أحد يكتب السين أو باء أو شيء، لما تكتب كلمة لا تطلع بالقلم كده، هذه نهائيا شلوها من راسكم. تبغى تبدأ بالسين عفوا، تبدأ بالسين أو ياء أو نون، تبدأ اطلع كده سحبة خفيفة. فاحنا قلنا ان لم، اذا هنا التاء تسعد، خذ السين بحرف السبعه، برقم السبعه عفوا، زي السبعه، واسحب ثاني واسحب ثاني، اتفقنا؟ يطلع معكم السين. انا في التعليم مو زي الكتابه اللي انا اكتبها، التعليم ترى ممكن في عندي، بس انا كله عشان اعطيكم الفكره. ان لم تسعد، اتفقنا؟ بدايه السين زي السبعه، وسحبه وسحبه، العين تطلع طلوع وترجع رجوع وتكمل على السطر. العين كيف شكلها؟ هذا هو شكل العين، شفتوها كيف؟ يعني هذا هو العين، هذا هو الشكل حق العين. تسعد، الدال تطلع فوق، في خطاطين يكتبوا الدال كده، وفي خطاطين يكتبوا الدال كده، اللي يريحك سويه. إن لم تسعد، الآخرين، الألف عرفناها، اللام حقت اللام كيف تتكتب؟ ما تتكتب في البداية كده، غلط. اللام في النسخ تتكتب كده، هذا الألف اللام، تيجي بميلة بسيطة وتيجي من هنا برضو ترجع بميلة بسيطة. أنا حاولت أن أوضح لكم، هي أنا ما أكتبها كده، فإذا كيف تتكتب؟ تتكتب كده، تمام؟ هذه المادة. الآخرين، الخاء أو الحاء والجيم اتفقنا أنه تتكتب فوق السطر، بعدين تنزل على السطر من هنا، من نص المادة تنزل على السطر، اتفقنا؟ تطلع كده. الراء، في اللي يكتب الراء كده على طول، وفي اللي يسوي كده، أنا رفعتها لكم عشان أسهلها. إذن الراء رفعتها كده، تعال انزل نزول واسحب القلم، انزل نزول واسحب القلم، اتفقنا؟ الراء لها ثلاثة محاور، المحور الأول الثاني الثالث،
طيب أنا كيف أكتب الراء؟ الراء عشان أسهلها عليكم، اتفقنا إنه لها ثلاثة أجزاء كده وكده. طب كيف أرسمها الراء؟ هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، فهمتوا؟ هذا هو الراء، عرفتوا؟ إذن الآخرين الياء صغيرة تنزل كده زي الواحد وتطلع كده، وتاخدها تاني وتطلع كده. إذن النون ينزل عن السطر، الراء نزل عن السطر النقطة. فلا، كيف نكتب فلا؟ الفاء أكثر من القاف، يعني إذا أبغى أكتب قاف مستحيل أكتب القاف كده، خطأ. القاف تتكتب كده من فوق بعيد عن السطر، تمام؟ شوفوا لاحظوا، إذن الفاء عنقها أو رقبتها أقل من القاف، إذن فلا السطر نطلع فوق. هنا اللام الأولى اللي وريتكم هي اللي في بداية الكلمة تختلف عن اللام اللي في وسط الكلمة. فلا أجي من هنا، أنا دحين كتبت فا هي لا، فلا أجي من هنا يعني من قبل النهاية بشوية واسحبها سحبة، وأجي من ركن بين المسافة هذه والمسافة هذه من هنا عشان أوصل للإيه؟ للمنطقة دي، أسحبها سحبة وأنزل نزول. إذن فلا أجي من هنا أسحبها كده، وأجي من هنا وأجيبها كده، وأسوي لها الحركة هذه. اتفقتوا معايا؟ وضحت معايا؟ أسويها تاني، أطلع كده وأجي من هنا أسحبها سحبة، السطر لا يمكن أبعد عن السطر، وأجي من هنا وأسويها بميلة وأسوي لها العرفة الصغيرة المائية. إذن كتبنا فلا فلا إيه هي؟ فلا تحزنهم. التاء نفس بداية النون زي الواحد الصغير، ونمشي على السطر ونطلع، ونجي للحاء اللي علمتكم عليها ونرجع على السطر تاني، نجي للراء قلت لكم في الراء اللي سووها كده وفي اللي أنا أبغى أسويها كده، عرفتوا؟ في تاء تانية في النسخ اللي هي بالطريقة دي وبالطريقة دي الحاء وأرجع تاني، اتفقنا؟ طيب فلا تحزنهم، خلينا تحزنهم العادية اللي على السطر، ونجي للحاء وننزل على السطر تاني، محل ما نروح نرجع على السطر. تحزنهم هذه نقطتين التاء في الخط النسخ، نقط ما في سحب زي هنا، شوفوا في الرقعة التاء سحبة، يعني ما تيجي التاء هنا كده في الرقعة، هذه تيجي في النسخ في الثلث. فلا تحزنهم نفس الطريقة ننزل كده. طيب نيجي للهاء اللي كثير يقولوا احنا عارفين طريقتها. الهاء لما نيجي هنا السطر ناخذ نص دائرة على تحت ونطلع طلوع مستقيم، ولما نرجع بنص دائرة بس نرجع فوق السطر، أنا هنا بدأت من تحت السطر، نرجع من فوق السطر وأسوي الزينة حركات هذه، أكررها لكم تاني. أنا الآن لاحظوا السطر، جيت من تحت السطر أسوي الدائرة وأطلع طلوع مستقيم، وأجي بنص دائرة تاني بس أرجع من فوق السطر، اتفقنا يا جماعة؟
طبعا لازم ألامس هنا وأسوي الحركة هذه، فلا تحزنهم. هذه تحزنهم. الراء تجي تحت السطر وتسحبها. أجيكم للراء شوي أنا. فلا تحزنهم. الهاء نزلنا، نطلع طلع مستقيم أفضل لكم، وبعدين نص دائرة نجي من فوق السطر. نجي للميم. أنا الميم أسويها، أنا الميم طريقتي عادة أسويها أرفع كده وأنزل. هذه طريقتي أنا، وأجي كده، هذه طريقتي أنا. إذن أنت تجي للميم، في ناس ترسمها رسم، تكتبها كتابة كده وتسوي كده وترجع كده وتسوي كده. هم أحرار، أنتوا أحرار، فالأخير تطلع معكم ميم سليمة. عرفتوا كيف؟ فلا تحزنهم. إيش النقطة؟ الراء. أيوة الراء، كثير ما يعرفوا يسووا الراء. ليش؟ لأنه يتعبوا في السحبة. أبغاكم تطالعوا في القلم، لما أكتب هو على سطح المكتب وأنزل عند الرفع أرفع القلم كده. لاحظوا لما نسوي كده، والحركة الثانية نزلت على السطح أرفع القلم، أرفع القلم، ما أمشي بعرضه كده في الأخير، أرفعه قليل وأسحب. طيب ما زبطت معايا، إيش أسوي؟ أنا ما تزبط معي ممكن، شوفوا خليني ما أبغى أزبطها أنا، ما زبطت معي، إيش أسوي؟ أجي أرسمها رسم، أرسمها رسم زي كده. هي الراء صح ولا لا؟ أعدل فيها. إذن الراء تترسم رسم معنا إذا إحنا ما زبطناها. إذن الراء عنقة قليل فوق والباقي كله تحت السطر. إذا ما زبطت معي أنا أرسمها بركن الإيه؟ بركن القلم. دائما ركن القلم يساعدني زي العين. العين لازم كده العين أبدأ فيها، وبركن القلم أرسم الهلال. تمام؟ شوفوا كيف ضبطت معي. فأنا يمكن أسوي العين كده، ما تيجي معايا، ما تيجي. فإذا أنا أحتاج ركن القلم في بعض، زي الراء، زي العين، زي لما أجي أكتب نزلة الحاء أسويها أقوم أرسمها بركن العين. فهمتوا علي؟ فما أبغى أطول عليكم، سامحوني على الإطالة. ولا تنسوا الاشتراك، ولا تنسوا إذا عجبكم المحتوى الإعجاب، وانشروا الفيديو يوصل لأكبر عدد من المهتمين بالخط والطلاب والطالبات. يعني أتمنى أني يعني أقدم مادة طيبة ومفيدة. وإذا لكم أي ملاحظات في التعليقات أو على حسابي في تويتر اترسلوني، أو إذا لكم أي طلب أو أي استفسار أنا تحت أمركم ومعكم. وإن شاء الله كل فيديو يكون فيه تحسن أفضل وأكثر. والله يحييكم، ولا تنسوا الاشتراك، الاشتراك يدعمني وأحس إنه جهدي ما بيضيع. والله يعطيكم الصحة والعافية، فمن الله، مع السلامة.